طيب، في آخر الأخبار التي تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية أشاروا إلى مقتل عنصر من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني وإصابة 5 من عناصر الشرطة الإيرانية في المناوشات التي اندلعت خلال التظاهرات التي شهدتها شمالي البلاد، فبماذا تعلق على مثل هذه الأخبار؟ كل شيء جاي حقيقة الشعوب لابد أن تدافع عن نفسها، أن هذا النظام يعني استخدم القوة المفرطة، يعني شاهد العالم الشعوب تريد أن تدافعها، وأنا يعني أقول وأحر يعني أوصي العالم عليهم أن يتدخلوا، عليهم أن يتدخلوا من أجل حماية هذه الشعوب. والله هذه الشعوب ستستخدم يمكن كثير من الوسائل من أجل الدفاع عن نفسها. لماذا؟ إنه هذا النظام يعني ليس مستعدا للتراجع أو مستعد يتنازل من أجل حقوق هذه الشعوب. إن كانت حقوق الشعوب الغير فارسية التي تطالب بحق تغيير المصير وتطالب بحقوقها الوطنية أو حتى حقوقها الإنسانية، حقوقها الثقافية، حقوقها الفردية، وأيضا حقوقها الناص عليها بالأمم المتحدة وبمنظمات حقوق الإنسان. والأهم من هذا، إيران تدعي، وإيران هي ليست تدعي بل هي عضو مجلس الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فعليها أن تحترم القوانين التي هي وقعتها حتى تكون عضو في هذه المنظمات. فبالواقع نعم، الشعوب من الممكن أن توسع وسيلتها للدفاع عن أنفسها، فهناك كثير من الميليشيات المجرمين القتلة حقيقة حسب ما نشاهده أن يعني الشعوب حاسبتهم هنا وهناك، وهذا حقيقة أنا أشوفها ردة فعل طبيعية. الناس والمواطنين يريدون يدافعون عن نفسهم، هذا الدفاع شرعي، وأتصور غير ربيع الأمم المتحدة.